اهلا بكم اعزائي الشباب، كل شباب الثانويه العامه، كل شباب اللغه الانجليزيه اللي بنسميكم كده مع بعض انجليش لافرز. معكم مستر ريمون مكرم في حلقه جديده من حلقاتنا على قناتنا ريمون مكرم جينيوس. اللي بتمنى تدخل وتعمل اشتراك، تعمل دعم للقناه علشان يوصلك كل جديد، وعلشان نتابع بعضنا يا شباب في حلقه جديده من حلقات دروس اللغه الانجليزيه. طب النهارده بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على حاجه اسمها نكمل ونقول كده we can omit who in the second sentence. ليه يا شباب؟ بيقول كده as it is followed by a subject. الجملة الثانية كنا بنقول this is the best player who I met، يعني who بعدها subject. تمام؟ لو هو عندي هنا بعدها subject أقدر أعمل delete لهو. كمان ممكن يبقى عندي هنا object زي ما قلت كده وبعد كده subject، طيب، أو subject، تمام، واستخدم who بعد verb. هنا we can't omit who، ما استغناش عن who لو بعدها verb، استغنى عن who لو بعدها subject. اوكي، هنا لو بعدها subject يبقى who جاية بعد object، اقدر اعمل delete. طب who جاية بعد subject يبقى already بعدها verb، ما اقدرش استغنى او اعمل ديليت لايه؟ له. طيب نركز كويس. We can't use that instead of who. We can't use that. امتى يا مستر؟ في حاله زي كده. After a comma. يبقى تيجي الجمله فيها who قبلها comma وفي بعد كده كمان ايه؟ comma. بنسميها كده يعني جمله اعتراضيه. زي الاكزامبل ده. ميسي comma who plays for Barcelona is my best player. يبقى هنا هو قبلها comma بعد كده sentence plays for Barcelona comma. يبقى هنا استخدم هو، ما اقدرش استخدم that في الحاله دي، هو فقط ليست that. ملاحظه مهمه كمان، زي ما استخدمنا هو هقدر استخدم هوم، بس هوم مع الاوبجكت بس، لكن انا قلت هو هقدر استخدمها مع السبجكت او مع الاوبجكت، لكن هوم فور اوبجكت. طيب هنشوف اكزامبل على الكلام ده. بيقول لي this is the child whom I helped yesterday. ممكن اقول this is the child who او that I helped yesterday. يبقى اصل الجمله ايه طيب يا مستر؟ I helped this child yesterday. ده اصل الجمله. I subject helped verb this child object. يبقى عشان كده بستخدم هنا this child as the object. اقدر استخدم whom، اقدر استخدم who، اقدر استخدم كمان that. طيب احنا عندنا هنا البيرسون مع whom or who or that، بعد كده preposition. preposition هنستخدمه ازاي في السنتنس؟ ممكن استخدم person. person ده موجود عندي هنا as object، واستخدم preposition بعد كده whom. والاكزامبلز على الحاجات دي. is this a boy whom you played with؟ يبقى استخدمت هنا البريبوزيشن بعد ايه يا شباب؟ بعد هوم. طيب ممكن استخدمه قبلها، اقدر اقول اكزامبل از ذس ذا بوي ويز هوم يو بلاي ويز هوم، او قلت هنا ايه؟ هوم يو بلايد ويز، بس انا عندي هنا البوي موجود في الجمله از ايه؟ از ان اوبجكت. تفرق كتير. اتس اوكي. It's okay يا شباب. ويا ريت نركز ان في الشرح بتاعنا في الفيديوهات يا شباب، مش يعني مش قصه شرح لغه فقط، انا بركز معاك على حاجه جراماتيكال، على حاجه خاصه بالاجزام، النوتس المهمه جدا في الامتحانات. لما اقول هنا which or that بستخدمها مع things، بس things ده ممكن يكون subject هيجي بعد verb،
ممكن يكون الثينجز ده اوبجكت هستخدم بعد ويتش سبجكت. تمام، بقولها تاني، ويتش اور ذات بستخدمها مع الثينجز. الثينجز عندي سبجكت يبقى افتر ويتش هستخدم فيرب. طب الثينجز ده عندي اوبجكت يبقى افتر ويتش هستخدم سبجكت. الكلام ده في اكزامبل يا مستر بسرعه. Work in a company which makes nice mobile أو that makes. يبقى هنا كلمة which بعدها verb اللي هو makes، لأن company جاية هنا إيه يا شباب؟ ها؟ جاية subject. طيب جملة كمان، the car which I sold last year was Mercedes. يا ولد، ممكن أستغنى عن which واستخدم that، بس انا الفكره هنا في ايه؟ which I or that I، يبقى هنا الكار اوبجكت، لان اصل الجمله I sold the car، يبقى الكار هنا اوبجكت، اوكي؟ I sold last year was Mercedes، بس هنا الكار ثينجز فبستخدم which. طيب the car I sold last year was Mercedes، هنا اعمل ايه؟ no relative pronoun. ليه؟ زي ما قلت which قبلها الكار جاي object وعندي هنا subject، فانا اقدر اعمل delete اعمل omit للrelative clauses، فتيجي الجملة كده the car I sold، the car I sold last year was Mercedes. ملاحظة مهمة كمان، ممكن استخدم قبل which idea فكرة، اوكي؟ بعدها هستخدم ايه؟ subject او verb. example يا مستر عشان افهم الكلام ده، تكات امتحانات، تكات ثانوية عامة، نقول يا مستر Ali was ill which made him unable to go out، which made him ايه اللي خلاه unable to go out؟ المرض، الفكرة بتاعت التعب. Ali was ill، يبقى مش Ali اللي بقول عليه which او ill اللي هو بستخدم معاه كلمة which، لا Ali was ill ال idea نفسها، اوكي؟ ال state نفسه اللي كان فيه Ali استخدمت معاها ايه؟ which. These expressions are followed only by a by whom or which. All expressions they are Mr. All of, some of, many of, none of, each of. كل الحاجات دي تعمل ايه يا مستر؟ Followed only by whom or which. يعني الاكسبريشنز اللي انا بقولها اقدر استخدم بعدها يا شباب كلمة whom او which. much of، one of، three of، half of. example بسرعة، the rich man adopted five orphans، يعني خمسة من اليتامى، three of whom are girls، three of whom are girls. Another example. He asked me many questions. None of which I answered. سألني أسئلة كتير ولا واحد جاوبته. Okay.
يبقى الاكسبريشنز اللي عندنا بنستخدمها all of, some of, many of, none of, each of, much of, none of, three of, half of, بستخدم بعدها whom أو which. لاحظ كمان الكلام ده يا شباب، زي ما قلت لو عندي of بعد نفس الاكسبريشنز اللي استخدمناها لا مش هستخدم ذات بقى، ما نستخدم ايه يا مستر؟ which او whom. example كده he bought five books all of which are interesting all of which are interesting. ما استخدمش هنا ذات لان عندي all بس بعدها ايه of. كمان example we can't use a preposition before that. انا قلت اقدر استخدم preposition مع which او مع whom سواء قبلها او بعدها، لكن that لا، ما ينفعش استخدم preposition قبل that. is that the book that you were looking for? is that the book that you were looking for. ما اقدرش استخدم for هنا قبل that. تمام؟ طيب is that the book for that you were looking? it's wrong. يبقى الاكسبريشن هنا ما ينفعش استخدم for that 3x اهو، لكن اقدر استخدم البريبوزيشن بعد that. اداه جديده من ادوات الريلاتيف كلوزز هوز. طب هوز بنستخدمها مع ايه يا مستر؟ بيكون عندي الاونر وعندي البوسيشنز الممتلكات، يعني قبل هوز المالك وبعد هوز الشيء المملوك. بقول كده this is the man whose flat overlooks the sea. man whose flat يبقى هوز قبلها الاونر المالك، flat دي البوسيشنز بتاعته الممتلكات اللي بيمتلكها المان. Another example. Ramon, whose car is black, is my English teacher. Ramon, comma, whose car is black, comma, is my English teacher. أقدر أستخدم whose مع الكوما، مفيش مشكلة. أوكي، طيب نركز في whose. بقول whose هنا بتيجي possessive pronoun، تمرير ملكية. يعني في حاجة تانية يا مستر؟ آه. في هو أبوستروف إس تبقى اختصار لإيه؟ اختصار هو إز أو هو هاز. هو إز أو هو هاز إزاي؟ حسب السنتنز الموجودة عندي. The person whose job is to clean the school is absent. whose job دايما whose بتيجي between noun and noun، يعني بتيجي بين اسمين، الاسم الأول هو الأونر
الاسم الثاني هو الشيء اللي بيمتلكه هذا الايه؟ الاونر. طيب خلي بالك من الجمله الجايه. This is the woman who's الابوستروف اس هنا ايه؟ Who is responsible for cooking. هنا adjective يبقى الابوستروف اس اختصار is. Who is. طب another sentence. This is the player who انا عندي pen يبقى الابوستروف اس اختصار ايه؟ Has. يبقى who has been playing for Barcelona. طبعا البلاير هنا قلت هو. هو از ولا هاز؟ الفيرب هنا بين يبقى هاز. هنا ريسبونسبل ادجكتيف يبقى بستخدم از. اوكي حاجات مهمه جدا نركز في شرحها مع الاداه اللي بتدل على المكان اللي هي ايه يا شباب؟ وير. وير فور بليسز. نركز كده بنستخدمها ازاي. عندي هنا بستخدم where when we use the place as a place. ايه يا مستر يعني ايه the place as a place؟ يعني انا بستخدم في السنتنس الكلمه اللي بتعبر عن المكان لغرض الاستخدام بتاعها اللي هي اتعملت علشانه اصلا. مش فاهم. طيب نشوف. بيقول لي هنا كده where at that place بعدها subject. اوكي قبلها المكان بعد كده السبجكت. زي ايه يعني؟ هنعرف. ممكن اشيل وير واستخدم مكانها بريبوزيشن مع ويتش. بريبوزيشن زي ان ويتش او ات ويتش او تو ويتش ده ايكوال وير. يبقى وير ايكوال ايه؟ ان ويتش اور ات ويتش اور تو ويتش. لا ده كمان حاجه ثانيه. اقدر استخدم البريبوزيشن في الاخر يعني اشيل وير واستخدم which in او which at او which to. تمام يبقى where تساوي which بس مع preposition in او at او preposition في اخر sentence in او at او to. ناخد examples. بيقول لي example زي كده. This is the school where I work. المدرسة هنا احنا بنقول البليس as a place. المدرسة ايه الغرض من المبنى كمبنى؟ العمل او التعليم. طيب يبقى هنا I work. اوكي يبقى هنا انا بتكلم عن السكول as a place. يبقى this is the school where I work. وركز في كلامي في كلمة as a place. هنجيلها دلوقتي. طيب لما اقول جملة كمان انا عايز استغنى عن where. استغنى عنها ازاي؟ in which equal where. This is the school in which I work. In which تساوي في المعنى يا شباب where. كمان بطريقة تانية. This is the school which I work in. يبقى استخدمت هنا ايه؟ in which او which واستخدمت البروبوزيشن في نهاية الجملة. طيب لما اقول مثلا كده the city the space I live is very beautiful. استخدم ايه؟ which ولا that ولا where؟ الاجابه طبعا where. the city where I live is very beautiful. طب ليه ما خدناش which؟ احنا لسه قايلين which يكون معاه preposition سواء in او to او for. لكن ما عنديش preposition وانا بتكلم عن السيتي مكان بعيش فيه يبقى استخدم وير. نقدر نفهم من كده يا شباب ان لما يكون عندي البليس بلس سبجكت بستخدم معاه وير اور بريبوزيشن اند ويتش. لكن لما يكون عندي البليس مع ثينج او بستخدم البليس از ا ثينج بيكون هنا البليس مع ويتش اور ذات مع سبجكت. اوكي This is the school which I taught. This is the school that I taught. Okay? هنا بتكلم عن السكول as a thing. طيب ملاحظة مهمة جدا. البليس وبعديه verb. يا ترى نستخدم ايه؟ It must be followed by
which or that. لو المكان بعديه verb بستخدم بعديه which or that. اوكي طيب نكمل example. Alex is the sick. Which attracts many people or that attracts many people. Attracts هنا verb فبستخدم هنا بعد ال place وعند ال verb which او that. It must be. تمام؟ لكن ما ينفعش استخدم في الجملة زي كده where لان انا عندي verb بعد المكان. دبي which is a big city is an important trade center which is. هنا is verb وعند دبي place يبقى لازم استخدم which. We can't use where. It's okay. نكمل. When for times. نستخدم وين مع الزمن. طيب وين مع الزمن. ممكن يبقى عند time بعدها وين. وممكن وين نستخدم مكان هذا. بس هيكون عندي subject. ناخد example. قبل الexample برضو مشتركة معنا which. In or at or on مع which بتديني معنى when. يعني in which equal when. At which equal when. On which equal when. طب ايه اللي خلينا استخدم in؟ ايه اللي خلينا استخدم at؟ ايه اللي خلينا استخدم on؟ التايم اللي موجود. هل هو day؟ هل هو year؟ هل هو ساعة؟ يبقى الحاجات اللي هي بتدل على بنستخدم امتى in و at و on في التايم بنستخدم معاهم برضو in و at و on مع which. عندي برضه نفس الفكرة استخدم which وممكن استخدم البروبوزيشن بعدها in او at او on ويبقى في فاصل هنا اللي هو السبجكت. ناخد اكزامبل على الكلام ده. Summer is the season when we go to the beach. انا بتكلم عن الفترة دي انا بعمل فيها ايه. طيب ممكن اقول Summer is the season in which لان السيزون بنستخدم معاه البروبوزيشن in فهنا in which تديني معنى when. طيب كمان example. Summer is the season which we go to the beach in. استخدمنا in في اخر الايه sentence. يبقى هنا when we go او in which we go او which we go in. كل ده بيديني when as time. طيب التايم يا شباب برضو لو بعدي verb must be to use which or that. لكن عندي هنا subject مع التايم استخدم which او that. بس هنا كاني بعمل ايه بستخدم التايم a thing يعني بستخدمه كشيء كحاجة بتكلم عنها مش بتكلم عن التوقيت بتاعه. مثال spring is the season which I love most of all. هو انا بتكلم عن السيزون اللي هو السبرينج فصل الربيع كتايم؟ لا شيء انا بحبه بحب فصل الربيع يبقى استخدمت معاه هنا ايه which مش بستخدم معاه هنا when. ناخد كمان اكزامبل حاجه مهمه جدا ان انا اقدر استخدم when كرابط زمني مش هستخدمها كريلاتيف كلوز. مثال عشان افهم يا مستر ريمون. كارين ريتيرنت تو ايجيبت when she finished studying. هنا طبعا واحد يقول لي يا مستر ايجيبت ازاي اخد بعدها when عشان انا مش بستخدم when ك ريلاتيف كلوز. امال استخدمناها هنا ايه رابط زمني. يعني ترجم الجمله كاترين رجعت لمصر امتى يا مستر when she finished studying لما خلصت الدراسه بتاعتها. يبقى هنا when رابط زمني كونكتور. ناخد كمان مثال مارفل went home when she felt tired. امتى مارفل رجعت البيت عندما شعرت بالتعب. يبقى هنا when time connector ليست correlative close. طب يا مستر جمع لنا الحاجات اللي هي خاصة بالtime وبالplace. time and place عندي معهم verb ما استخدمش غير which او that. ما استخدمش غير which او ايه that طالما عندي verb موجود بعد time او موجود بعد place. طيب لو انا بتكلم عن التايم تمام كتايم فعلا مع which استخدم ايه
ان او ات او اون. طب بستخدم بتكلم عن البليس فعلا كمكان كبليس، استخدم ايه مع ويتش؟ ان او ات او تو حسب الموجود عندي. هل المكان هو ده مدينة او بلد؟ هستخدم ان. مبنى هستخدم ات، يعني مكان رايح له هستخدم تو. طيب ان او ات او اون مع التايم، ان طبعا احنا عارفين الاماكن دي، يعني امتى استخدم ان؟ مع السنة، مع الشهر، مع السيزون، ات مع الساعات، اون مع الايام، اوكي مع الديت، مع ويتش. طيب ناخد اكزامبل على الكلام ده. The pyramid is the place which attracts us. ليه استخدمنا which؟ عندي مكان بس بعديه verb. طيب كمان مثال. Friday is the day on which we take a holiday. هنا بتكلم عن يوم الجمعة نفسه كتايم فعلا. طب استخدم when؟ ينفع when. طيب ايه اللي ايكوال when؟ on which، لان ده يوم فبستخدم on. طيب كايرو ستاديوم از ذا بليس ات ويتش الاهلي بلاي. الاهلي هنا بيلعب في المكان، يبقى ده مكان استخدم وير. طب ايه اللي ايكوال وير؟ ات ويتش. طب ليه استخدمنا ات؟ لان هنا كايرو ستاديوم من الاماكن اللي احنا نقول عليها مبنى بيلدينج، استخدم معاها ايه؟ ات. طيب نكمل نشوف بعض الجمل المرتبطه بالبريبوزيشن أو preposition معرفة الكلوز. This is the knife with which we cut vegetables. With which بيها بنقطع الخضروات. طيب. The boy is the boy whom I go to school with. أذهب معه إلى المدرسة. We had a conference at which we discussed coronavirus problem. يعني كأني بقول كده we discussed coronavirus problem at the conference. يبقى انا استخدمت at ايه؟ at which. المعنى بيخليني استخدم البريبوزيشن. They said something cruel for which they should apologize. لازم يعتذروا عن الشيء ده، كاني بقول apologize for. طيب في بعض الاكسبريشنز نقول كده it is، ممكن استخدم was ومعها noun. دي ممكن استخدمها مع all relative clauses. It is Muhammad Salah who scored the first goal. It is يبقى it مع verb to be سواء is أو was. It is Muhammad Salah who scored. كمان example. It is where most matches are played. It is where most matches are played. It was when John joined the school. It was when. يبقى الاكسبريشن ده يا شباب ات مع فيرب تو بي مع الناون، اوكي. بعد كده اقدر استخدم all relative clauses. is محمد صلاح هو، it is where، it was when. اقدر استخدم الاكسبريشن ده من حاجات الفيموس بالنسبه لنا. طب يا مستر ريمون، ايه اخر التكات، ايه اخر التقفيلات في الفورمار؟ عندنا امتى نعمل omission for the relative clause؟ امتى احذف يا شباب ال relative clause؟ بنقدر نعمل delete لل relative clauses who او which او that. ركز معايا كده. في ال active voice لو كان عندي ing، يعني Rom is playing football is my brother. ايه Rom is playing دي يا مستر؟ Rom انا هقول لك اصلها ايه؟ اصلها Rom is who is playing او Rom is who was playing. يبقى امتى بعمل delete؟ بعمل omit لهو او which او that في الactive voice لو كان بعدها ing. اصل الجملة هنا Rom is who is playing او who was playing، عملنا delete. طيب يا مستر كمان example. The horse running is mine. طب اصل الجملة دي ايه؟ The horse which is running او which was running. يبقى استخدم ايه؟ بعمل delete لwhich، لازم verb to be كمان معاها. مش هينفع اسيب اقول the horse is running، لا the horse which is running يبقى the horse running. طيب في حالة تاني بنعمل فيها delete يا مستر ريمون، الحالة التانية اللي بنعمل فيها delete او omit
للrelative clauses مع الباسيف يا شباب. It is followed by past participle direct or direct. Example: paper made from recycled materials is cheap. الله paper made ازاي؟ هو paper اسمع؟ Of course not. البيبر هنا object. طب اصل الجملة يا مستر which is made. Which is made يبقى الجملة passive فبعمل omit which حذف للريلاتيف ومعاها كمان verb ايه؟ to be. فبيبقى عندي الجملة كده paper made يبقى استخدمت الباست بارتيسيبل. طب ايه الحالة الثالثة والأخيرة؟ if they followed by verb to be. وهنا verb to be main verb. يعني ايه main verb؟ يعني example يوسف who is in the shop wants a mobile. فين الفيرب بتاع الجملة عندك هنا يا مستر؟ is. يعني is هنا ايه؟ main verb. يبقى انا اقدر اعمل ايه؟ omit له وكمان is. يبقى الجملة ايه؟ يوسف in the shop wants a mobile. وكده خلصنا كل التكات، كل الحركات الخاصة بالريلاتيف كلوزز، بس زي ما احنا ماشيين على المبدأ بتاعنا يا شباب practice makes you perfect. هناخد بعض الجمل السريعة كده. ترنيم is this was born in charm is a famous girl. يا ترى that who whom or whose. تمام. ترنيم was born يبقى هستخدم الإجابة who. اوكي طبعا ترنيم هنا as a subject who was born in charm. Number two, Ramon's fifth brother wants a raise is my teacher. Ramon, yatara, who, whom, which, whose. Ramon noun, brother noun, between two nouns, and third, whose. Yip ahina Ramon, whose brother. Number three, he made a mistake, is this which he had to apologize. هل with for to as. طبعا الاجابه هنا for which، لان المفروض هنا apologize كverb بستخدم apologize ايه for. This is the article in this she writes about science in a. ما ينفعش استخدم in مع that. In which. In which. تمام. ناخد جمله خمسه يا شباب. بنقول I spoke to the worker in space my office. Cleaning was cleaning who clean who cleaning. طبعا الإجابة هنا تبقى cleaning. ليه يا مستر؟ I spoke to the worker المفروض هنا إيه؟ who was cleaning. عملنا omit ليه؟ relative clause فنعمل omit كمان verb to be يبقى الإجابة هنا إيه؟ cleaning. Thank you my English lovers. يا زيد لا تنسى الاشتراك بالقناة دعما وتشجيعا للقناة وحتى يصلك كل جديد. كان معكم مستر ريمون مكرم. شرحنا مع بعض relative clauses. بتمنى يا شباب نكون عند حسن ظنكم وبتمنى لكم التوفيق دايما وشكرا ونقابل ان شاء الله في حلقة جديدة. Goodbye.